عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين وبصحة جيدة ان شاء الله. كما العادة اليوم فيديو جديد، كنتمنى يكون بقاكم وانتم كتفرجوا فيه تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم البريوات كنت غنديرهم، وقلت علاش لا ما نشاركهمش مع البنات. غندير الورقة ديال البريوات او ميم طون غنعمر غنبداو بها. هي الورقة ديال البريوات اللي كتجي البنات خطيرة خطيرة بزاف، وكتجي يعني كتجي رقيقة حتى لا عمرتي بها البريوات، كيجيو مقرملين. واخا تكوني يعني درتي الورقة كبيرة هكا، ولا يعني درتيها غليظة، يعني درتيها شحال من مرة روليتي فيها العمارة ديالك، كتجي واخا هكاك الانفو كديرها في الفران كتجي مقرملة. وتاني حاجة احسن من ديال الزنقة، حيت ديال الزنقة اكثر هي كتجي غير في البسطيلة، ولكن البريوات لا، يعني ديما كنلقاو ديك المشكل ما كيجيوش مقرملين. وديال الدار كيجيو مصروعين البنات، لحقاش كتجي الورقة رقيقة وزوينة ومن طون ساهلة، وما فيهاش شي حاجة اللي ما عندناش في الدار، فيها غير الدقيق والماء والملحة صافي. يعني كديروا على حسب نتوما الكمية اللي بغيتو. انا هنا كيما شفتوا معايا درت زلافة ما عامراش بالدقيق، دقيق الفرس اللي ديجا غربلتو، وعندي هنا نفس الكمية ديال الدقيق درتو ديال الماء، وغير الماء ما دافي ما حتى حاجة، غير ما بارد. وعندي هنايا الملحة، غنديروا شوية ديال الملحة. وعلى بركة الله نبداو البنات. بسم الله. غناخد الدقيق ديالي، وغنبدا نخوي الماء شويه بشويه، ونبدا نحرك بهذا الطراب اليدوي. وإلا كان خاصني الماء راه غنضيفو، حيت خاصها تجي جارية. حرك مزيان البنات، وما كديروا لا خميره لا حتى حاجه، غير الملحه فقط. غنبدا نحرك البنات حتى ما يبقاوش عندي هاد الحبيبات ديال الدقيق، وغنضيف شويه ديال الماء، يعني غير شويه باش تزيد تطلق ليا شويه كما شفتوا معايا. ها انتما البنات شويه ديال الماء وكنحرك فيها، هانتوما كما كتلاحظوا ما بقاوش عندي الحبيبات ديال الدقيق. دابا غنضيف شويه ديال الملحه، هي قبيصه هكا، وراه ما كتحتاج لا ترتاح لا حتى حاجه، يعني انفو كتوجديها كتبداي طيبي فيها ديريكتومون، غير هي خاصها تحرك مزيان. يعني السر ديالها او لا السر ديالها هو انها تحرك مزيان باش ما يبقاوش دوك الحبيبات ديال الدقيق ويجيونا هكذاك باينين في الورقه. وراه البنات هاد سميتو الورقه دابا اللي كنخدم معكم راها كتصدق 100%، ما فيهاش زعما تخافي انها ما تصدقش ليك، حيت بزاف ديال البنات كيخافوا انهم ما تصدقش ليهم هكا الورقة ديال البريوات في الدار. يعني تقدروا ديروا حتى ديال البسطيلة ماشي بنفس الطريقة، غير هي تغلضي الكوش في المقلة ديال الطيفال ديالك وديري الطيفال كبيرة. ما هادو ديال البريوات انا كندير غير في مقلة هكا صغيرة اللي كندير فيها الكريب صافي. هانتوما البنات من بعد ما حركتو ها القوام ديالو كيف كيجي، ماشي جاري بزاف او ميم طون ماشي ما تقيلش نهائيا. هانتوما كتشوفوا البنات دابا غنبدا نطيب فيها. هانتوما البنات كما كتشوفوا عندي هنا الطبسيل درت فيه سلوفان هكذا باش يبقى عندي الورقه ديالي مزيانه،
وهنا عندي زيت الروميه اللي غنبدا ندهن به ندهن بها عفوا الورقه ديالي عفوا حتى خاصها تدهن. ودابا درت المقله ديالي باش تسخن وعلى بركه الله غنبدا نطيب فيهم. وهانتوما البنات هاد البانسو هي اللي غنخدم بها. نتوما يعني شي بانسو تكون بحال هكا ولا ديال الصباغه او اي بانسو كانت عندكم هكا هذه هي اللي كتكون مزيانه في سميتو. اما ديال السيليكون كندير بها غير الزيت كنستعملها حتى هي ولكن كندير بها غير الزيت فوق الورقه ديالي حيت في المقله ما كتجيش مزيانه بها هذه كتجي مزيانه. وعلى بركه الله نبداو البنات. ها هي المقله ديال البنات درتها تسخن. دابا غنبدا ندير في سميتو ديالي في الورقه ديالي بحال هذه الطريقه كنعمر الفراغات. وراه اقدر ما تصدقش فيكم الاولى وعادي وتجربوا الثانيه وهكذا وغادي ضروري ما تصدق ليكم. وراه واخا تشوفوني كنبقى نعاود هكا راه ما غاديش تجي غليظه بتاتا غير هي يعني كنعمر باش نيفيتي نلقاها مقطعه اولا شي حاجه بحال هكذا هنا باش كل بلاصه تعمر ليا ما تجيش متقوبه من شي بلاصه ليكم. باجا غندهن السلوفان ديالي بالزيت باش ما تلصقش ليا. نات الورقه ديالي ها هي راه دهنتها بالزيت هي البنات. بنفس الشيء غندير الزيت بهذه الطريقه هو ما البنات الوراق ديال البريوات ديالي بعد ما ساليتهم درت لهم السلوفان وخليتهم نوريكم كيفاش خرجوا. ها هما خرجت لي 17 وحده يعني في الكميه ديال الدقيق اللي درت خرجت 17 يعني عندي هنايا 17 البريوه حيت هذا القدر هو اللي كافيني انايا حيت حنا غير جوج الناس. ثم نتوما الا بغيتو كميه اكثر تزيدوا الدقيق وتزيدوا الماء. وهادو هما البنات راه كيجيو زوينين زوينين بزاف. وراه ان شاء الله دابا غنوجد العمارة ديالي ديال البيوات. عندي هنا البنات صدر دجاج اللي سلقتو غير في الماء دابا غنفرتو بهذه الطريقة. نفرتو مزيان
ها هو البنات من بعد ما فرتستو، فرتست الدجاج بحال هكذا، بحال الطريقه باش كنديروه في البسطيله، نفس الطريقه سلقتو وفتتو بحال هكذا. صراحه هاد الطريقه كتعكز كتقولي بالناقص، حيت خاصك تبقاي تفرتستي في الدجاج بعد الطريقه تاعي تفتت مزيان. عندي هنا البنات في المقلاة، عندي هنايا بصلة مشلضة، بصلة صغيرة مشلضة، غندير عليها شوية ديال الزيت البيتية هكا، نحرك تتبان لينا البصله شحرات شويه، عاد نضيفوا ليها الدجاج توابل، البصله ديالي راه شحرات شويه، دابا غنضيف ليها الدجاج. دابا غنبدا نضيف ليها التوابل، ندينا شويه ديال البزار، شويه سكنجبير، غنديرو مع غنديرو بس معلقة كبيرة ديال القرفة لي كتعطيها واحد المذاق زوين، مفهومة، غنضيف شوية، غنضيف شوية ديال الملحة، غنضيف شويه ديال الزعتر، غنضيف دابا جوج معالق ديال الزبده، you
كواندر، جوج معالق ديال الدقيق، وغادي نضيف الحليب. غنبدا نحرك في سميتو ديالي في البيشاميل ديالي حتى تعقد، تتعقد مع تتعقد في وسط الدجاج والبصلة. هاد الحشوة البنات في البريوات كتجي زوينة زوينة بزاف ولذيذة، يعني الا جربتوها راه ما غاديش تستغناو عليها. ديالي عقدت ليا هانتوما كيف ما كتشوفوا راه عقدت. دابا غنطفي عليها ونخليها حتى تبرد ونبدا نعمر بها البريوات ديالي. دابا البنات غنعمر معكم البريوات ديالي مع بركة الله. هانتوما ما كيجيو لا قاصحين لا حتى حاجة، كيجيو رطيبين ملي كتعمريهم وكتخليهم الفرن اولا كتقليهم شي على حسب الرغبة ديالك. انا ما كيعجبنيش انا نقلي قليان بزاف، انكم راكم عارفين كيضر في الصحة. هانتوما البنات غندير من فوق منها الفرناج، ها هما البروات ديال البنات. دابا نخليهم حتى نقربوا ناكلوهم عاد ندخلهم للفرن وغندير ندهنهم بالصفر ديال البيض وصافي. ها هما البروات ديالي البنات كيجيو فني ونونو كيجيو لذاد لذاد البنات، خصوصا الا كليتوهم سخان. و كنتمنى تجربوهم ان شاء الله ويعجبوكم، راه زوينين المنظر ديالهم ما كيبانوش شي حاجه ولكن راه المذاق راه ما نعاودش لكم الله الا واري. وكنتمنى تجربوهم ان شاء الله. انتما البنات نحل معكم كدا انتما شوفوا كيف كتجي شي واري البنات. ولا عجبكم ما تنساوش تقولوا عليه التعليق وديروا لي لايك و
ولا دخل جديد ابونا في القناة. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.